أيها الإخوة الكرام، لا شك أن مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام تستدعي أن نقطع الموضوعات المتسلسلة وأن نعالجها، لأن الحقيقة وسط بين طرفين. هناك لغط كبير حول حكم الاحتفال بعيد المولد. هناك من يرى أن الاحتفال بعيد المولد بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صاحبنا هذا أوصلنا بالاحتفال إلى النار. وهناك من يرى أنه لا بد من أن نحتفل بعيد المولد، فهو عبادة من العبادات. وكلا الرأيين خاطئ، والحق وسط بين طرفين. أولا، يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا قرآن كريم. إذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق، سيد ولد آدم المخلوق الأول الذي أقسم الله بعمره الثمين، إذا كان قلب النبي يزداد ثبوتاً وإيماناً وتألقاً بسماع قصة نبي دونه، فكيف حالنا ونحن المقصرون إذا استمعنا إلى سيرة سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم؟ كيف حالنا إذا قرأنا شمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته وحكمته وعلمه وتواضعه؟ كيف بنا؟ فالدليل الأول من القرآن الكريم يعد هذا الدليل أن معرفة سير الأنبياء والمرسلين من شأنه أن يزيد إيمان المؤمن يقيناً. ذلك أن الفضائل لا قيمة لها إلا إذا تجسدت بأشخاص. المثالية من دون مثل حي لا قيمة لها. الأفكار الأخلاقية بمجرد أن تكون أفكاراً لا قيمة لها، لكن هذه القيم الأخلاقية حينما نراها بأعيننا في إنسان متحرك، صادق، أمين، عفيف، أخلاقي، عنده حياء، عنده وفاء، عنده كرم، نتأثر نحن. لذلك الآية الأولى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الأولى. الآية الثانية: أم لم يعرفوا رسولهم؟ كأن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى معرفة رسوله، بل إن معرفة رسول الله جزء من الدين، لأن كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أم لم يعرفوا رسولهم؟ الشاهد الثالث: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. أن نجتمع مثنى وفرادى، وأن نتداول في هذه الرسالة التي جاء بها النبي، في منهج النبي، في أخلاق النبي، في حكمة النبي، جزء من الدين، بل أمر إلهي، وكل أمر إلهي في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. لكن أيها الإخوة، أنا مضطر أن أربط ما يعانيه العالم الإسلامي من حالات لا ترضي ولا تسر الصديق بل تشمت العدو، أربط هذه الحالات بضعف اهتمامنا بمنهج رسول الله.
كيف؟ الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم في حياته المعنى واضح، لكن أنت فيهم بعد مماته المعنى يحتاج إلى إعمال نظر. قال علماء التفسير: ما دامت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا في حياتنا، مطبقا في زواجنا، في تربية أولادنا، مطبقا في كسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، مطبقا في مسراتنا، في أحزاننا، مطبقا في حلنا، في ترحالنا، إذا كان منهج رسول الله الذي جاء به مطبقا في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. فإذا كنا نعذب كل يوم، ونقتل كل يوم، وتستباح دماؤنا كل يوم، وتنتهك أعراضنا كل يوم، ويستولى على ثرواتنا كل يوم، وتأتينا الجيوش من بقاع الأرض تحتل أرضنا، 5 أو 6 دول أرضها محتلة، إذا كان هذا الوضع فالذي يعنينا من هذا الوضع أننا لسنا مطبقين لمنهج رسول الله. هذا ينقلنا إلى فكرتين. هناك احتفال فولكلوري كما ألفه المسلمون من سنوات طويلة، ترفع الزينات، تلقى الخطابات، نتحدث عن رسول الله، لكن حياتنا في واد ومنهجه في واد آخر. سهل جدا أن تمدح أباك مثلا، لك أب عالم كبير يحمل أعلى الشهادات، له مؤلفات، والابن أمي لا يقرأ ولا يكتب. يمكن لهذا الابن أن يمدح أباه ما شاء له أن يمدح، لكن يبقى الابن جاهلا والأب عالما، لا قيمة لهذا المديح إطلاقا. أقول لكم من القلب إلى القلب، مهما مدحنا النبي ومهما صلينا على النبي، إن لم نقتفي منهج النبي فهذا الاحتفال يبقى احتفالاً فولكلورياً يضاف إلى تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا. أما إذا عكفنا على سنة النبي، كيف عامل زوجته؟ كيف عامل أولاده؟ كيف عامل جيرانه؟ كيف كان حليماً؟ كيف كان رحيماً؟ كيف كان صادقاً؟ كيف كان وفياً؟ كيف كان متواضعاً؟ نحن حينما نحتفل بعيد المولد حقيقة ينبغي أن نقتفي أثره. أيها الإخوة، سامحوني إن كنت قاسياً في هذا الموضوع. مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق به أن نذكره يوماً في العام، معاذ الله، يجب أن نذكره كل يوم، يجب أن تدور سنته معنا في كل شؤون حياتنا. أيعقل أن نذكره في اليوم في العام مرة؟ مقام النبي الكريم يقتضي أن نذكره كل يوم، لذلك لا يتناسب مقامه وهدايته مع أن نذكره في العام مرة. لذلك معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الدين، لأن كلمة الإسلام الأولى شطرها محمد رسول الله نصفها، ولأن الله عز وجل يقول: أم لم يعرفوا رسولهم، ولأن الله عز وجل يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة، بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف إذا ذكر سيد المرسلين؟ وبذكر اللؤماء تتعكر المجالس. لذلك ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار،
وما جلس قوم مجلسا ذكروا الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. إذاً أن نتعرف إلى رسول الله جزء أساسي من الدين، أن نقرأ سنته القولية جزء أساسي من الدين، أن نطلع على سيرته العملية جزء أساسي من الدين، بل إن معرفة سنة النبي القولية فرض عين. وطالبوني بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء، بل لا يستطيع إنسان تحت قبة السماء أن يقول في الدين برأيه. أول قاعدة، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب أبدا، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد، ومن شاء فليكفر أمر تهديد، ليس أمر وجوب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة. وأنكحوا الأيامى منكم، هذا أمر ندب. ما لم تقم قرينة على خلاف الوجوب، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية. الآن الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر إلهي، أمر إلهي. الآن قاعدة ثالثة، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. أرأيت إلى الوضوء، لا تتم الصلاة إلا به، والصلاة فرض، إذاً الوضوء فرض. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. الآن إذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الأمر لا يتم إلا بأمر آخر، ما هو؟ أن نعرف أوامر النبي ونواهيه، كما أن تنفيذ هذا الأمر يقتضي الوجوب، من لوازم تنفيذ هذا الأمر أن نعرف أمره ونهيه. إذاً معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. كيف أنك تصلي؟ يجب أن تطلع على سيرة النبي وعلى سنته، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الإخوة، إذاً أن نجتمع في المسجد أو أن نجتمع في البيت ويتحدث أحدنا عن رسول الله، عن شمائله، عن أخلاقه، عن محبته لأمته، عن ورعه، عن معرفته بربه، عن صبره، عن جهاده، عن حكمته، هذا فرض عين على كل مسلم. لا يوما في العام، بل في كل أيام العام، في كل أيام العام فرض عين على كل مسلم أن تطلع على سنة النبي القولية. يعني هذا يقتضي يكون عند كل أخ منا كتاب حديث شريف صحيح، أو قرص مدمج في أحاديث رسول الله. لا بد من مرجع في بيتك عن حديث رسول الله. الآن حينما يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا؟
إن لم نعرف سيرته. إذاً لا بد من كتاب سيرة في كل بيت أو قرص مدمج. يعني سبحان الله، لما الإنسان يعني اقتنى هذه الأجهزة وأصبحت عيون من في البيت مسمرة فيها، ألغي دور الأب، ألغي دور الأم، ألغيت الأسرة، ألغي التناصح، ألغي التوجيه، في مشكلة كبيرة. أي أب هذا الذي يجلس مع أولاده مساء على الطعام؟ يا بني، ماذا تعلمت في المدرسة؟ ماذا قال لكم أستاذ التربية الإسلامية؟ هل حدثكم عن هذه المناسبة؟ ماذا تعرفون عن رسول الله؟ هذا النبي الكريم، يعني أم لم يعرفوا رسولهم؟ إذاً معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم، لأن الأمر الإلهي الذي يقتضي الوجوب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه من فانتهوا، لا يتم إلا بمعرفة أمر النبي ونهيه. ولأن القرآن الكريم حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة حسنة إن لم نعرف سيرته؟ إذاً علينا أن نعكف على قراءة سنته القولية وسيرته العملية كي ننفذ آيتين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكي ننفذ قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا وعلى مدى العام، ما في داعي يوم بالسنة، في كل أيام العام. هذا كلام مؤصل، هذا كلام مدلل، يعني أثبت بالأدلة القرآنية والنبوية. أما إذا تجرأت وقلت إن الاحتفال بعيد المولد عبادة، نقول لك: لا، قولك هذا بدعة ليست من الدين. يندرج الاحتفال بعيد المولد تحت بند الدعوة إلى الله، تحت بند تعريف الناس برسول الله، تحت بند لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت بند أم لم يعرفوا رسولهم، تحت بند قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أما أن تقول عبادة، لا، ليس عبادة، لأن العبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت، بينما الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. واضح؟ إذاً نلتقي في المسجد وفي البيت ونتحدث عن رسول الله، عن دعوته وعن شمائله وعن أخلاقه وعن فضائله وعن خصائصه وعن حدبه على أمته من بعده. هذا مما يملأ القلب إيماناً ويملأ النفس سكينة. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره، لكن لحكمة بالغة بالغة ترك للنبي هامش اجتهاد ضيق. هذا الهامش الاجتهادي الضيق حكمته أن يكون هناك فرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة. هذا الهامش الاجتهادي النبي يجتهد فيه، فإن أصاب أقره الوحي على إصابته، وإن لم يصب الوحي صحح له. لكن في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بأقواله وأفعاله وإقراره.
لذلك أمرنا أن نأخذ منه كل شيء. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحقيقة الدقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأن أي كتاب أو أي كلمة تلقى أو أي بحث يطرح إذا خالف الكتاب والسنة تقوم الدنيا ولا تقعد في العالم الإسلامي. فإذا ألفت كتاباً وتلقاه الناس بالقبول فهذا عند علماء الأصول إجماع سكوتي، سكوت الناس عن كتاب ليس فيه مخالفة للقرآن والسنة إجماع سكوتي. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. أخواننا الكرام، كلكم يتمتع بهذه الخاصة، كل واحد منا له شخصية يكونها، وله شخصية يكره أن يكونها، وله شخصية يتمنى أن يكونها. فقل لي، ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها؟ أقول لك من أنت. أهل الدنيا يتمنون الأغنياء، أن يكونوا كالأغنياء. أهل القوة يتمنون أن يكونوا كالأقوياء. أهل المتع الرخيصة يتمنون أن يغرقوا في المتع إلى قمة رؤوسهم. وأهل الإيمان يتمنون أن يكونوا على منهج سيد الأنام. لذلك الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنت حينما ترجو الله واليوم الآخر قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة كنت في سفر بعيد وطلب مني أن ألتقي مع إنسانة محجبة حجاب كامل، ذكر لي اسمها، أنا لا أعرف الاسم إطلاقاً، ثم تبين أنها من كبار الفنانات في مصر وهي محجبة حجاب وتابت إلى الله عز وجل. تروي قصتها في محاضرة ألقتها على النساء في مؤتمر، هو مؤتمر إسلامي. استمعت إلى الشريط فلفت نظري أنها كانت حينما تأتي إلى العمرة تستقبل من علية القوم وتقطن في أفخر الفنادق وينفق عليها الألوف المؤلفة، لكن بعد أن تابت إلى الله تزوجت الذي كان سبب هدايتها وكان مهندساً فقيراً، فذهبت معه في شهر العسل إلى العمرة، فإذا هو يسكنها في غرفة صغيرة يعني أجرتها متواضعة جداً، فتألمت أشد الألم وكادت تنتكس. ماذا فعلت بنفسي؟ كنت فنانة كبيرة فإذا أنا في هذه الغرفة. فذهبت إلى بيت الله الحرام وسجدت وقالت بالحرف الواحد: يا ربي أدي لي مسج، يعني رسالة، ماذا فعلت بنفسي؟ ففي أثناء عودتها إلى الفندق وجدت لها رسالة فقرأتها بكت. الرسالة تقول: أنت يوم كنت فنانة كبيرة كان أهل الفن قدوتك، أما الآن أنت مؤمنة كبيرة فقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكت وقبلت رجل زوجها لأنه أكرمها. فأنت لما بتآمن لك منظومة قيم خاصة، لما بتآمن حقيقة قدوتك الصديق سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان. دخل عمر بن الخطاب على النبي الكريم وقد اضطجع على حصير فأسر في خده الشريف فبكى عمر، قال له: ما لك تبكي يا عمر؟ قال: كسرى ملك الفرس ينام على الحرير
ورسول الله ينام على الحصير؟ فقال النبي الكريم: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. أنا مالي ملك. إنما هي نبوة وليست ملكا. يا عمر، أفي شك أنت من هذا؟ يعني أقول لكم بصراحة، إذا أنت مؤمن حقيقة، قدوتك الأنبياء، الصحابة الكرام، العلماء الأفاضل، أهل الزهد في الدنيا، الأبطال، الرحماء، المنصفون، العفيفون، هؤلاء قدوتك. أما إذا طمحت إلى الأغنياء ولو كانوا فسقة، طمحت إلى الأقوياء ولو كانوا قتلة، فاعلم أنك بعيد بعد الأرض عن السماء عن أن تكون مؤمنا. يعني هل يعجبكم هذا الذي يتصدر في بلاد بعيدة ويقول: جئنا من أجل الديمقراطية، وقد استخدم 100 طن من اليورانيوم المخضب في العراق، ولن يطهر تراب العراق قبل آلاف السنين، هذا يعجبكم؟ إن كنت مؤمنا حقا، قدوتك الصالحون، أصحاب النبي الورعون، الرحماء الفضلاء، الأعفة الصادقون، الأمناء، هؤلاء قدوتك. دقق في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله مرة زرت أحد الإخوة الكرام، يعني بيته صغير جدا، غرفة الضيوف يعني في طاولة في الوسط، وبين الطاولة والكرسي والطاولة والكرسي المقابل مكان لرجل واحدة فقط، يعني تجلس بصعوبة. فخجل مني خجلا شديدا، قلت: لا لا تخجل، سيد الخلق وحبيب الحق، غرفته التي كان ينام فيها لا تتسع لصلاته ونوم زوجته، لا بد من أن تتحرك من مكانها حتى يصلي رسول الله وهو سيد الخلق. فبكى. مرة أحد الإخوة الكرام بخطأ، هو بريء منه، يعني قبل قيد نفوس، وقيد النفوس كان مزور، وصار في إفراغ منشأة بمئات الملايين، فيعني وضع في السجن بشكل مؤقت يعني احترازا. فزرته فبكى، قلت: لا تبكي، لقد أدخل الله نبيا كريما السجن من أجلك. قد يأتي مؤمن بريء، بريء 100% ويدخل السجن لحكمة بالغة. الله عز وجل جعل نبيا كريما سيدنا يوسف يدخل السجن وهو نبي كريم. فأنت لما بتآمن، قدوتك الأنبياء والمرسلون، قدوتك المؤمنون، قدوتك الصالحون، قدوتك أهل الإيمان ولو كانوا فقراء، ولو كانوا ضعفاء. أما إذا كنت من أهل الدنيا، قدوتك الأقوياء والأغنياء. لذلك تلبية دعوة الأقوياء والأغنياء من الدنيا، وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. أيها الإخوة، فيجب أن تكون واضحاً تماماً، ما الشخصية التي تتمنى أن تكون على منهجها؟ ما لم يكن رسول الله هو الشخصية التي تتمنى أن تكون على منهجها ففي الإيمان خلل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا كلام أهل الدنيا. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فإذا أنت مؤمن إيمان حقيقي، قدوتك أهل الإيمان، قدوتك العلماء الأطهار المخلصون الأعفة، قدوتك الأنبياء، هؤلاء قدوتك. أما حينما تقلد أهل الدنيا فأنت منهم. ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا
ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. قضية خطيرة جدا. هذا هو الولاء والبراء، أن توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كن مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة، أختم هذا الموضوع بهذه الحقيقة. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني الله عز وجل آتاه القرآن، آتاه وحي السماء، آتاه المعجزات، آتاه الفطانة، آتاه طلاقة اللسان، آتاه الفصاحة والبيان، آتاه النسب الشريف، آتاه جمال الخلق، يعني شخصية متميزة جداً، ومع ذلك يقول الله له: أنت يا محمد، مع أنك نبي بل سيد الأنبياء، ومع أنك رسول بل سيد الرسل، ومع أنك أوتيت القرآن وهو شرف عظيم، ومع أنك أوتيت وحي السماء، وقد أوتيت المعجزات، ومع أنك معصوم، ومع أنك أوتيت الفصاحة والبيان، أوتيت جمال الصورة، أوتيت حدة الذكاء، أوتيت الحكمة وفصل الخطاب، أنت يا محمد، على كل هذه الخصائص ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا واحد ليس نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليه، ولا معه القرآن، ولا معه فصاحة، ولا معه بيان، ولا معه جمال الصورة، وغليظ، وكلامه قاسي، ودعوته ثقيلة، وحشري، مو معقول. يخاطب الله نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وكأن الله سبحانه وتعالى أعطانا قانون: اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض، معادلة رياضية. فبما رحمة من الله لنت له، فالتفوا نحوك. ولو كنت بعيدا عنا لم تلأ القلب قسوة، فانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. معادلة رياضية: تتصل يمتلئ القلب رحمة، تكون لينا بهذه الرحمة يلتف الناس حولك، تبتعد يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة ينفض الناس من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر في الأمر. أيها الإخوة، الآن في تعليق لطيف، وهو نحن في عنا أشياء بيوت، يعني بيوت فخمة جدا، مركبات فارهة، مزارع جميلة جدا، أموال طائلة، هي أشياء. وفي عنا أشخاص: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هي الأشخاص والأشياء وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هي أشخاص وهي أشياء.
الآن في مبادئ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني إذا كانت الأشياء والأشخاص في خدمة المبادئ فنحن في أرقى حال. سيدنا عمر جاءه ملك الغساسنة جبلة ابن الأيهم، أثناء طوافه حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف ردائه، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت إلى هذا الأعرابي من فزارة وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا الأعرابي ليس له إلا عمر يشتكي إليه، فذهب إليه واشتكى. سيدنا عمر جاء بهذا الملك جبلة، وقف أمامه نداً لند، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. فقال عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك. عصر مبادئ، لأنه عصر مبادئ، وتنال ما فعلته كفك. صعق جبلة، قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى؟ أن يخر النجم أرضى. فقال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ. أيام بيجي عصر أشخاص. هتلر في ألمانيا تسبب بموت 50 مليون إنسان، وطغاة الأرض تاريخهم بين أيديكم، الأمة كلها تعيش لواحد، هكذا. هذا عصر أشخاص. الأشياء والمبادئ في خدمة الأشخاص. الأشياء والمبادئ، الحالة الأولى الأشخاص والأشياء في خدمة المبدأ، هذا أرقى عصر. أما إذا كانت الأشخاص والمبادئ في خدمة الأشخاص هذا مرض خطير. الأخطر منه أن تكون المبادئ والأشخاص في خدمة الأشياء. يعني الآن كل قيمتك تستمد بمساحة بيتك، موقع البيت. في بيت 110 ملايين حقه، واحد خطب من عند الناس، وين بدك تسكن؟ قلن بالمالكة، انتهى كل شيء، سلموا، لا عاد في سؤال ولا تحقيق ولا تقصي، انتهى كل شيء بالمالكة، بيت حقه 100 مليون. بعد ما عقدوا العقد وبدأوا بالخطوات العملية، طلع في شارع المالكة بكفرسوسة أو كان ببديلة. يا مكون بعصر نحن مبادئ كسيدنا عمر، أو عصر أشخاص، أو عصر أشياء. قيمة المرء متاعه الآن. ماركة بركبته في 125 وفي 200 وفي 280 وفي 300 وفي 350 وفي 500 وفي 600 حق 25 مليون. قيمتك تستمد من رقم على سيارتك فقط، قيمتك كلها، قيمتك من بدلتك. بيير جاردان شغلة كبيرة معناتها، الحذاء ريد شوز والبدلة بيير جاردان، والقميص حرير، حرير صافي، انتهى كل شيء، انتهى. إذا الأمة هي مقاييسها انتهت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
إما أن يكون الأشخاص هم الأصل والمبادئ والأشياء في خدمة الأشخاص، هذه مرضية. أما معنى انتهينا إذا كانت المبادئ والأشخاص في خدمة الأشياء. إنسان خطب له عم عنده خبرات متراكمة، قال له يا ابني بشكل واضح عندك بيت؟ قال له طبعا. قال له هات لي الوثيقة الرسمية الورقة الخضراء. ثاني يوم جاب له. تمام، ماذا تعمل؟ قال له أنا عندي معمل، جيب لي الرخصة تبع المعمل باسمك بدي اياها. جاب له اياها. ثاني، عندك مركبة؟ طبعا. جيب الميكانيك. جاب له اياها. وافق، صار خاطب. هلا زار عمه بالمحل التجاري، عم يعرف الناس على صهره، قام واحد تلون وجهه، تلون، أخذه مع جنب، قال له هذا ليس مسلما، صعق. أنت مالك مسلم؟ قال له لا، بس أنت ما سألتني عن ديني أبدا، نحن بعصر أشياء، نحن بعصر أشياء. هلا كل قيمتك من سيارتك، كل قيمتك، وكل قيمتك من موبايلك أحيانا، وكل قيمتك من بيتك بس، ومن ساعتك، وين بتقضي الإجازة؟ بشرم الشيخ. خلاص شغلي انتهى، كله فسق وفجور هناك. فيا أخوان، أنا أتمنى أن ننتبه، ما لم نعتمد قيم القرآن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما لم نعتمد قيم السنة النبوية، رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ما لم نعتمد قيم القرآن، ما لم نعتمد قيم المبادئ، لا قيم الأشياء ولا قيم الأشخاص. الأشخاص، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في شخص أعظم منه؟ هل هناك على وجه الأرض بالقارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إنسان أعظم من رسول الله؟ ومع ذلك لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومع ذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومع ذلك لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ومع ذلك لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. ومع ذلك مثل بهم يا رسول الله. قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. ومع ذلك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا مقام النبوة. نطمح إلى عصر المبادئ، إلى تحكيم قيم القرآن، إلى أن نحتفي بإنسان مؤمن طاهر مستقيم ولو كان فقيرا، إلى أن نزور عن إنسان ولو كان غنيا. أيها الإخوة، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. ابتغوا العزة، ابتغوا المكانة بعزة الأنفس، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نتعرف إليه. كان فقيرا، وكان متواضعا، وكان رحيما، وكان منصفا، وكان يعني محبا لمن حوله. نحن بحاجة إلى أخلاقه كي نتعاون، بحاجة أن نحيا ذكراه، لا بشكل فولكلوري. يعني بصراحة، إذا في عالم كبير له شيء 200 مؤلف، معه 5-6 شهادات عليا، وأثناء غيابه عنده مستخدم أمي نط قعد محله، بيرقى شيء؟ ما بيرقى أبدا. لا تتبرك، لا تقتصر على المديح، طبق سنته. أما هذا المستخدم، هذا المستخدم لو أخذ ابتدائية مشى على طريق أستاذه، لو أخذ متوسطة تعليم أساسي، لو أخذ ثانوية، البطولة أن تقتفي أثره، لا أن تحتفل
بذكراه احتفالا فولكلوريا، هذا الذي لم ننتفع به سابقا، والحمد لله رب العالمين.